السلام عليكم حبايبي طلاب جيب وان، أهلا بيكم في قناة ماس تريجر مع مستر محمد رمضان. النهاردة هناخد اكزام 2 كايرو جوفرنرز. في الجيومتري هنتكلم فيه مع بعض ازاي نعمل بروف، وازاي نحل تشوز، وازاي نحل الكومبليت. نركز مع بعض في كل معلومة هنقولها عشان هنستفاد منها جدا جدا. أول حاجة بقول لي the image of the point عندي negative 2 and 3 by rotation around the origin point with an angle، وده اللي يهمني 180. طبعا انا قلت هنا لما يدينا 180 كل اللي انا بعمله ببساطة تمام ان انا بغير الساين بتاعت الاكس وبتاعت الواي. الاكس عندي هنا بنيجاتيف 2 فهتبقى بوزيتيف 2، طب الواي عندي هنا ب3 فهتبقى نيجاتيف 3، فيبقى عندي هنا البوينت اللي عندي هتكون 2 نيجاتيف 3، يعني الاجابة لتر مين؟ لتر بي. تعال نشوف السؤال اللي بعده. قال لي ذا ايمج اوف ذا بوينت 5 اند 1 باي ريفليكشن ان ذا اوريجن بوينت. الاوريجن بوينت هنا خدوا بالكم الريفليكشن ان اوريجن بوينت زي اللي فوقها بالظبط، زي اللي فوقها بالظبط ازاي؟ يعني اقول لي عندي هنا الايمج باي ريفليكشن ان اوريجن بوينت، برضه بغير السين بتاعت الاكس والسين بتاعت مين؟ بتاعت الواي، يبقى عندي هنا ديت 5 فهتبقى نيجاتيف 5 تمام؟ ديت عندي هنا 1 فهتبقى نيجاتيف 1، فيبقى نيجاتيف 5 ونيجاتيف 1 اللي هي مين؟ اللي هي لتر مين؟ لتر سي. طيب تعال نشوف نمبر 3. قال لي ذا بيريلوجرام with equal sides is، عندي هنا البريلوجرام لما يكون السايدز بتاعته are equal هيكون مين؟ هيكون رومبس تمام. طب يا مستر ليه ما يكونش سكوير؟ من السكوير برضو الفور سايدز are equal للناس. لا، السكوير عندي هنا فيه رايت انجل كمان، ده ما فيهوش رايت انجل زيه زي البريلوجرام تمام. لو كان قال لي ريكتانجل كنا اخترنا السكوير، لو قال لي ريكتانجل with equal sides كنا اخترنا مين؟ السكوير. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي ايه. قال لي the measure of each interior angle of regular هيكساجون. الهيكساجون بكام سايدز؟ ب6. طب انا عندي هنا وقال لي ريجولار، ريجولار يعني كلهم قد بعض. طب انا عايز ذا ميجر اوف اتش انتيرور انجل، في ناس بتجيب السام كله، لا انا عايز الاتش انتيرور انجل. يبقى من انا قانون اللي هو بيقول لي ان ماينس 2 تايمز 180 ديفايدد باي ان. ان ده اللي هو النمبر اوف سايدز اللي هو 6، فيبقى 6 ماينس 2 ايكوال 4 تايمز 180 ديفايدد باي 6 فيدينا كام؟ 120 ديجري. فنختار 120 ديجري اللي هي الاجابه لتر مين؟ لتر اي. طيب تعال نشوف نمبر 5. قال لي ذا تو دياجونال ار ايكوال ان لينث. تو دياجونال ار ايكوال ان لينث فين؟ في الريكتانجل تمام. طب هو يا مستر برضو ايكوال ان لينث في السكوير، بس لازم في السكوير يقول لي حاجتين، ايكوال ان لينث مثلا وبربنديكولار، حتى هو كمان مش جايب لي السكوير تمام. طب نختار عندي هنا قال لي ايكوال ان لينث يبقى فين؟ في الريكتانجل اللي هي الاجابه لتر مين؟ لتر سي. تعالى نمبر 6 بيقول لي the perimeter of rhombus whose side length is 6 cm. perimeter of rhombus equal mean side length times 4. طب side length ب 6 times 4 equal 24 اللي اجابه لتر مين؟ لتر دي. وتعالى نشوف السؤال اللي بعده بيقول لي ايه. في الكومبليت بيقول لي the image of the point عندي هنا 3 و negative 5 by rotation. rotation انا عندي هنا هعمل دوران around the origin point with an angle of measure 90. و90 هنا قال لي بالبوزيتيف. كل انا هعمله ان انا عملت روتيشن يبقى هنقل الاكس مكان الواي والواي مكان الاكس تمام، لكن بشرط اغير الساين بتاعت الواي. انا عندي هنا ديت هي هتبقى كده نيجاتيف واي اند اكس تمام. ده لما يقول لي في الاوريجن بوينت 90 ايه 90 ديجري تمام. طيب نفس المعنى لو قال لي خد بالك لو قال لي ايه كوارتر تيرن ربع دوره تمام. طيب يبقى نيجي هنا نقول ايه، نقول عندنا اهوت ديت هتتغير هتبقى نيجاتيف 5 هتبقى بوزيتيف 5 والسي تروح بنفس السين بتاعتها فتبقى 5 اند ايه اند 3. طب نيجي اللي بعده. قال لي ذا لينس اوف لاين سيجمنت جوينينج ذا ميد بوينتس اوف تو سايدز اوف ترينجل ايكوال ذا لينس اوف ثيرد سايد. يبقى نقول ايه هاف اوف ثيرد سايد تمام. اهيت ادي ترينجل اهو ده ميد بوينت وده ميد بوينت، يبقى اللاين سيجمنت جوينينج بتوين تو ميد بوينت اوف سايد اوف ترينجل مالها هي بيرل ثيرد سايد ايكوال هاف اوف ات. طب ليه ما قلتش بيرل قلت ايكوال هاف اوف ات؟ لانه هنا بيتكلمني في لينس، قال لي ذا لينس اوف ذا لين سيجمنت، يبقى عندي هنا ايكوال مين؟ ايكوال هاف اوف ذا لينس اوف ذا ايه ثيرد سايد. نيجي على نمبر 3 هنا. قال لي اكس واي زد ال از بارلوجرام اف ميجر انجل اكس ايكوال ميجر انجل واي. طب يبقى ميجر انجل ايكوال واي ايكوال كام؟ الله ده الاكس والواي ورا بعض. يعني عندنا الاثنين اصلا ورا بعض مجموعهم هم الاثنين 180. طب 180 ديفايدد باي 2 ايكوال كام؟ ايكوال 90. طب يبقى اروح كاتب 90 ديجري. هو عايز يعرف الواي هما الاثنين ايكوال، فنقول ايه 180 ديفايدد باي 2 ايكوال كام؟ ايكوال 90. طيب نيجي على بعديها. قال لي ذا سم اوف ميجر اوف اكستيريور انجلز اوف ترينجل ايكوال كام؟ انت بتقول لي السم مجموعهم كلهم
اي بوليجون السم اوف انتيريور انجل ب 360 وانت بقى مغنيك. يبقى ذا سم اوف ميجر اوف اكستيريور انجلز اوف ترانجل. ترانجل بقى وكان عندي هنا بنتاجون هيكساجون اي بوليجون السم اوف اكستيريور انجل بتاعته كان ب 360. طب نيجي على نمبر 5، قال ذا سم اوف ميجر اوف انتيريور انجلز اوف ا بنتاجون السم اوف انتيريور انجل بتاعته هيكون ايكوال كام؟ 540. عرفناها من فين؟ من القانون اللي هو قال لي ان ماينس 2 تايمز 180. طب ال n عندي هنا بكام؟ ب 5، ما هو البنتاجون ليه 5 سايدز، فنقول 5 ماينس 2 ايكوال 3 تايمز 180 يبقى ايكوال كام؟ 540. القانون ده احنا بنجيب بيه السم اوف انتيريور انجلز اوف اني بوليجون. تمام، اهم حاجه تكون عارف بس النمبر اوف سايدز بتاعته بكام. تمام، طب نيجي على نمبر 6، هنا قال لي ذا ميجر اوف ذا اكستيريور انجل اوف ان ايكوال لاتر ترانجل. اكستيريور انجل السؤال ده بيتكرر كتير جدا. انا عندي هنا دي 60 يبقى الاكستيريور انجل بتاعت الايكوال لاتر ترانجل ان دي 60 فبتكون 120 ديجري. تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي ايه. بيقول لي هنا ان ذا اوبوزيت فيجر في الشكل اللي قصادنا دوت، عندي هنا ميجر انجل اكس واي زد ايكوال ميجر انجل اكس ال زد ايكوال كام؟ ايكوال 90 ديجري. دي ب 90 ديجري، عندي هنا ديت ب 7 ودي ب 24 وديت ب 15. هو عايز يعرف ايه؟ قال لي فاين ذا لينس اوف اكس زد، عايز يعرف الاكس زد اللي هي ديت. تمام، وعايز يعرف ال زد اللي هي دي. طب بنعرفها ازاي؟ اسمع كده، احنا هنقول في البروف بتاعنا هو دوت في البروف، تعالوا ناخد الترانجل ده الاول. احنا عارفين دايره انجل ترانجل اتنين اتول اهو دي 90 ديجري، وده اللي هيبوتنس بقى ده باور 2 هيكون ايكوال دي باور 2 بلس دي باور 2. بنقول ايه؟ ان ترانجل، بقول اسم اكس واي زد. زي ما قلت لكم لازم اذكر ان هو رايت انجل ترانجل ات واي، او نقول هنا ميجر انجل واي ايكوال 90 ديجري الاثنين سي. تمام، ليه؟ عشان اقدر استخدم بسورس براحتي اقول ايه زين اكس زد باور 2 ايكوال مين؟ ايكوال اكس واي باور 2 بلس واي زد باور 2. تمام، تعالى نعمل سبستيتوشن تعويض عنه. يبقى عندي هنا الاكس زد باور 2 هيكون ايكوال اكس واي باور 2. الاكس واي عندي هنا نقول عندي 49 7 باور 2 49، وعندي هنا 24 باور 2 ب 576. تعالى نجمعهم مع بعض، يبقى عندي هنا ديت 15 ادي 8 وديت 12 وديت 6 ادينا 625. ولكن ده الاكس زد باور 2، انا عايز الاكس زد بس، يبقى ايكوال كام؟ ايكوال روت 625، يعني ايكوال كام؟ ايكوال 25 سنتيمتر. وانا جبت ديت ب 25 سنتيمتر. تعال نكمل، وانا عرفت الاكس زد لكن ما لسه ما عرفتش ال ال زد. تعال ناخد بقى الترانجل التاني دوت اللي انا هنقطه بلون تاني دوت اهو كده. اسمه ايه الترانجل دوت؟ اروح قايل عندي هنا ان ترانجل، نفس الشيء. تعال نكمل هنا ان ترانجل واقول اسمه ايه؟ اكس ال زد. ده قال لي رايت ات ال، او نقول ميجر انجل ال ايكوال 90 ديجري، عادي مفيش مشكله. هنقول هنا زن ال زد باور 2، خد بالكم ده مش الهايبوتنس، الهايبوتنس عنده هو هيكون ايكوال هايبوتنس بقى ماينس، نقول الهايبوتنس هو الاكس زد باور 2 ماينس عندي هنا الاكس ال باور 2. تعال نعمل السبستيتيوشن بتاعنا، الاكس زد عندي هنا ب 625 باور 2 ماينس الاكس ال اللي هو 225، فنقول ايكوال كام؟ 400. لكن ده ال ال زد، انا عايز ال ال زد بس مش ال ال زد باور 2، ايكوال روت لل 400 يبقى ايكوال كام؟ 20 سنتيمتر. وعندي هنا ده ايه؟ ريكوايرد اللي هو المطلوب. تمام؟ طب تعال ناخد السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده قال لي ايه؟ تعال بس ناخد فاصل بينه وبين ده كده عشان نقدر نحدد ايه اجابتنا. تمام اهو كده. هنا بيقول لي ايه؟ قال لي والله انا عايز ايه؟ قال لي ال A equal 1 and 1 وال B equal 4 and 1 وال C equal 4 and 5. قال لي هنا draw triangle ده. طب تعال نرسمه. هنا بس قال لي دي 1 2 3 4 5 6. عندي هنا نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 نيجاتيف 5 ونيجاتيف 6. هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 واللي تحت نيجاتيف 1. طيب انا نيجي نحدد الايه؟ قال لي 1 اند 1 يبقى 1 اند 1 دي الايه؟ هكتب على هنا. طب والبي 4 اند 1 ديت البي.
طب والسي قال لي كام في السي؟ قال لي 4 اند 5. اطلع عند هنا عند الفور والفايف ديت الايه؟ ديت السي 4 اند 5. اوصلهم ببعض يبقى ايه؟ دي ادي السي. التلات رانجل بتاعنا هو اي بي سي. يبقى الترانجل ده احنا رسمناه. طب عايز ايه تاني؟ قال لي والله انا عايز هنا then find its image by reflection in y axis. انا عايز الريفليكشن بتاعه ان y axis. نقول y axis يعني ايه؟ يعني ثبت ال y زي ما هي وغير ال x. فاقول ايه؟ ال a dash هتكون equal ال y زي ما هي 1 بس ال x غيرها تبقى negative 1. طب وال b dash هنثبت برضو ال y زي ما هي دي 1 ونغير ديت تبقى negative 4. طب وال c dash نفس الشيء، هنثبت ال y اللي هي 5 ونغير ديت فتبقى negative 4 عند 5. وتعالى نرسم البونت بتاعتنا. البونت عندي هنا اول حاجه ال a داش فهتبقى نيجاتيف 1 اند 1 هنا كده ديت ال a داش. طب ال b داش عندي نيجاتيف 4 اند 1. طب وال c داش نيجاتيف 4 اند 5 ديت ال c داش. وتعالى نوصلها برضو ببعضها اهوت. عندي هنا دي ديت بدي. يبقى زي ما احنا شايفين ده الايمج بتاع دوت باي ريفليكشن ان مين ان واي اكسس، لان الواي عند هنا بيعتبر هو الاكسس اوف سيمتري بتاعي او اللاين اوف سيمتري بتاعي. وتعالى نشوف السؤال اللي بعده بيقول لي ايه. فنمبر 4 هنا بيقول لي اي بي سي دي از كوادر لترال. يعني ايه كوادر لترال؟ يعني الصنف انتري انجل بتاعته 360. دي معلومه لازم نبقى عارفينها. يبقى دي بلس دي بلس دي بلس دي ايكوال 360. طب انا بسهوله اقدر اعرف ال value of x، نجيبها ازاي؟ نقول هنا اهو بروف، هنقول هنا اهوت n a b c d او is، او نقول هنا where، نقول هنا where a b c d is quadrilateral. يعني ايه quadrilateral؟ يعني sum of interior angle بتاعته equal كام؟ 360. هنقول هنا ميجر انجل A بلس ميجر انجل B بلس ميجر انجل C بلس ميجر انجل D ايكوال كام؟ ايكوال 360. معروف تمام. طب تعالى نعمل سبستيوشن بتاعنا ال A ب 90 بلس ال B ب 3x بلس ال C ب 5x بلس ال D بكام؟ ب 2x. ده كله ايكوال كام؟ 360. خلاص بقت الكويشن بالنسبه لي عندي هنا 90 بلس 3 بلس 5 ايكوال 8 بلس 2 ايكوال كام؟ ايكوال 10 اكس ايكوال 360. هنودي 90 الناحيه الثانيه بالنيجاتيف يبقى 10 اكس ايكوال 360 ماينس 90 ايكوال 270. يبقى الاكس ايكوال 270 ديفايدد باي 10 يبقى ايكوال كام؟ 27 ديجري. وده الايه؟ الريكوير بتاعي تمام. طيب يبقى عندي هنا ديت احنا جبنا قيمه مين؟ الاكس. تعال نشوف لتر بي بيقول لي ايه. في لتر بي قال لي ان دي بيرلل دي تمام، وبعدين قال لي عندي هنا ميجر انجل دي اي بي ايكوال كام؟ 65. ميجر انجل اي سي اف ايكوال 55. خلاص. وعندي هنا ده الانترسيشن بتاع دوت ايكوال كام؟ ايكوال سي. عندي هنا فين ميجر انجل بي اي سي؟ بي اي سي اللي هي دي، عايز يعرف دي. طب احنا قلنا لازم عندي هنا خطة. ايه الخطة بتاعتنا؟ احنا قلنا ان ده بيرلل، مش هيدين بيرلل، لما لازم استفاد منه. ده عندي هنا بيرلل وده ترانسفيرسال، يبقى دي 65 يبقى دي 65 زيها من فين؟ عندي هنا الترنيت انجل تمام. طب هنقول دي بيرلل دي ودي ترانسفيرسال على طول لازقة فيها، دي ايكوال دي الترنيت انجل. طب تمام. ما هو قال لي كمان دي انترسكت دي، يعني بيعملوا حرف الاكس، يعني هي الانجل دي 55 يبقى دي 55 زيها اللي هي مين؟ اللي هي الفيرتيكال اوبوزيت انجل اللي احنا بنقول عليها في او اي. طب ما خلاص الترانجل احنا عارفين السم في الترانجل بتاعته 180، حجم الاثنين دول مع بعض ونعملهم ماينس من 180 يدينا الايه؟ البي. طب تعال نقولها بالبروف اللي احنا قلناه ده بالظبط كده، هنقوله بطريقه البروف. يبقى عندنا اول حاجه دي 65 دي 65 زيها عاملين حرف زد، وهقولها ازاي بالبروف؟ دي بيرلل دي ودي ترانسفيرسال، يبقى دي ايكوال دي الترنيت انجل. سهله جدا مفيش حاجه. هنقول ان هو وير الاي دي parallel to DC and على طول لازقة فيها اهو ال AB is transversal. AB is transversal
transversa. تمام؟ نعمل معهم حرف الزد، قاطع لهم يعني بيوصلهم ببعض، بيعمل معهم حرف الزد. يبقى انا عندي هنا اقول ايه؟ زين ميجر انجل، الانجل دي اسمها ايه؟ بي، هيكون ايكوال ميجر انجل مين؟ بي اي دي. طب يا مستر اشمعنى انت قلت هنا ميجر انجل بي بس، ولكن هنا ما قلتش ايه بس، قلت بي اي دي؟ لان البي فيرتكس لوحدها هي تباينه، لكن الاي مشتركه في الفيرتكس مع الانجل دي ومع الانجل دي ومع الانجل الكبير، فلازم اقولها الاسم بتاعها الثلاثي اللي هو بي اي دي. تمام؟ طيب نيجي خلاص احنا عرفنا ديت عندي هنا هتكون ايكوال كام؟ دي ايكوال دي ايكوال 65 ديجري، ونكتب قصادها الترنيت انجل. تمام؟ طيب نيجي خلاص عرفت دي، عايز اعرف التاني نقول ايه؟ وير بقى ده كده بيعملوا مع بعض حرف الاكس، اللي هم مين اللي بيعملوا مع بعض حرف الاكس؟ الاي اف انترسكت البي سي، بنقول هنا وير اي اف خلاص انترسكت البي سي ايكوال كام؟ ايكوال سي. ده ايكوال دي ايكوال كام؟ ايكوال سي. انترسكت دي ايكوال كام؟ ايكوال سي. زين ميجر انجل، الانجل اسمها ايه؟ اي سي بي ايكوال ميجر انجل مين؟ اف سي اي، اف سي اي ايكوال كام؟ 55 ديجري، واكتب قصادها في او اي. في او اي يعني فيرتيكالي اوبزيت ايه؟ انجل. تمام؟ نقول بقى ان ترانجل، لازم اقول ان ترانجل عشان السم اوف انتيريور انجل بتاعت الترانجل 180، يبقى نقول ان ترانجل اي بي سي ميجر انجل اللي هو عايزها اسمها ايه؟ بي اي سي ايكوال كام؟ 180 ماينس، وافتح بيرنسيز ونقول ايه؟ 55 بلس 65. طب 55 بلس 65 ايكوال كام؟ ايكوال 120، يبقى 180 ماينس 120 يبقى ايكوال كام؟ 60 ديجري. وده اللي احنا ايه؟ الريكوايرد بتاعنا او المطلوب بتاعنا اللي احنا عايزينه. تعال نشوف السؤال اللي بعده. في نمبر 5 هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي on cartesian plane draw a triangle ABC where الA equal كذا والB equal كذا والC equal كذا. طب تعالى نحدد دي، نقول ايه؟ add 1 2 3 4 ادي 5 negative 1 negative 2 negative 3 negative 4 هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ويا ريت انت ما تشوفش دي وتسكت، لا هات كراسة جراف و في النوت بوك بتاع الجراف دوت، واعمل نفس الرسمه دي بنفسك، شوفها بنفسك، مش تقول والله ده انا فاهمها، لا جرب، لازم تجرب بايدك. تمام؟ طيب هنا اول حاجه تعالى نرسم الاي، قال الاي ايكوال نيجاتيف 2 اند 3، يبقى عندك نيجاتيف 2 اند 3 اهيت، ده الاي، خد النيجاتيف 2 على الاكس والواي على ال 3 اهيت، واكتب الاي. طب البي عندي هنا 2 اند 3، هنا 2 اند 3 ديت البي. طب والسي قال لي 2 اند 6، 2 اند 6 دي السي، نوصلهم ببعض يبقى ده عندنا الترانجل اللي هو اسمه ايه؟ اي بي سي. طب وبعدين قال لي زين ريبريزنت اتس ايمج باي ترانسليشن، انا عندي هنا مدينا الترانسليشن وقال لي الرول بتاعت الترانسليشن. يعني ايه الرول بتاعت الترانسليشن؟ يعني هزود على الاكس 1 وهزود على الواي نيجاتيف 1، فنقول عندي هنا الاي داش هيكون ايكوال مين؟ البوينت اللي هي نيجاتيف 2 بلس 2 فيدينا 0. طب عندنا 3 بلس نيجاتيف 1 ايكوال 2، طب اجيب البي داش، البي داش نفس الشيء 2 بلس 2 ايكوال 4. تمام؟ و 3 بلس نيجاتيف 1 ايكوال كام؟ ايكوال 2. طب نجيب السي داش، السي داش عندك هنا 2 بلس 2 ايكوال 4. تمام؟ وعندي 2 6 بلس نيجاتيف 1 ايكوال كام؟ ايكوال 5. تعال نرسم بقى الترينجل التاني، تعال ناخده مثلا وليكن اهوت، هناخده بلون تاني معلش، هنقول ايه؟ ايكوال 0 اند 2، ادي 0 ادي 2 يبقى ديت الاي داش. طب البي داش 4 اند 2، 4 and 2 ده ال B داش اهيت. طب و C داش 4 and 5، ادي ال 4 ادي ال 5، تعال نوصلهم ببعض بقى، نغير برضو اللون هنا في التوصيل اهي.
إذا عندي هنا كده الامج بتاع دوت بالايه بالترانسليشن اللي عندي. وتعال نشوف فلتر بي بيقول لي ايه. فلتر بي حلينا واحدة زيها قبل كده في الاكزام اللي فات. السؤال ده بيتكرر كتير جدا، فلازم ناخد بالنا من طريقة حله بتبقى عاملة ازاي. قال الاكس ميد بوينت اوف اي بي، تمام، والواي ميد بوينت اوف اي سي. خلاص كده ده ميد بوينت ودي ميد بوينت، يبقى اكيد ديت نص دي على طول. طب دي ب 10، فديت اكيد هتكون بكام؟ فاكتب عليها كده اي معلومه اعرفها في الجيومتري لازم اكتبها عشان تساعدني في الحل. دي ميد بوينت ودي ميد بوينت، يبقى دي هاف دي، تمام. وبعدين قال لي الاي سي ايكوال 7، يعني ايه؟ يعني دي ب 3.5 ودي ب 3.5، تمام. وعندي هنا دي ب 10، دي ب 6 سنتيمتر، يبقى عندي هنا دي ب 3 ودي ب 3، دي ب 10 خلاص احنا قلنا دي نصها 5. فان ذا بريمتر اوف ذا فيجر، عندي هنا اكس بي سي واي، اكس بي سي واي اللي هو ده هنقطعه، تمام. طب خلاص احنا لسه قايلين دي 7 فدي ب 3.5، ديت ب 6 يبقى ديت ب 3، ودي ب 10. اجمع الاربعه دول مع بعض يديني البريمتر بتاعه. طب نقولها ازاي بالبروف؟ بنقول اهوت البروف، هنقول ايه؟ وير اكس ميد بوينت اوف مين اوف اي بي، نقول عندي هنا الواي ميد بوينت اوف مين اي سي، then xy equal 1 over 2 of mean of bc، يعني equal كام؟ equal 5 سنتيمتر، تمام. طيب where y midpoint of mean of ac، then عندي هنا ال yc اللي تهمني بقى equal كام؟ equal 3.5، ما هي نص 7.5 سنتيمتر، تمام. هنقول برضو وير اكس ميد بوينت اوف مين اوف اي بي، يبقى عندي هنا زين الاكس بي ايكوال كام؟ نص السكس كام؟ 3 سنتيمتر، تمام. وانا كده كده البي سي عندي موجود، يبقى عندي هنا بريمتر اوف زي ما هو قال اسمه ايه اكس بي سي واي، هيكون ايكوال كام؟ ايكوال عندي هنا هنقول 10 بلس 3.5 بلس 5 بلس 3 بلس 5 ايكوال 8 18، يبقى 21.5 سنتيمتر. وبده كده يبقى خلاص خلصنا الاكزام بتاع النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا، واشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله في الاكزام اللي بعد كده. شكرا جدا لمشاهدتكم، على الف سلامه.